اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد الملف الشخصي على تطبيقكم ميسنجر. نقوم بالضغط هنا على تطبيق ميسنجر. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا بعدها سوف نقوم بالضغط هنا. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تصفي التفاصيل الشخصية. ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي. وهنا سوف نقوم بإيجاد الملف الشخصي. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.